وازيكم يا شباب؟ فيديو جديد بلاش فيديو ديت عشان بس الناس بتقعد تعلق. ماشي كده، النهارده بنلعب رانك تاني، بنلعب بنونو. هدول اللي بتلعب بنونو ايه، انت متعرفش تلعب بنونو؟ اقول لك يا معلم، عشان نازل قدامنا وورويك، لو نزلت برامز برضه هيفشخني، اللي هو اللي بتاعتي هتموتني لو انا ضربت ايه عليه. هو بيعمل ماجيك دامج. بنلعب بالنت بتاعنا يعني، بنحاول اللي هو يا رب بس نقول مفيش، ما يجيش لاج كده واحنا بنلعب، عشان بس الموضوع ما يبقاش وحش قوي. انا اصلا مش فارقه معايا بيلعب ميد ولا لا، بس هو استاك وخلاص. لو عامل استاك انا بقى مبسوط والله. سيبك من هو نص ميد، ممكن بيلعب نص ميد بس بيفهم. لو عامل استاك انا هكون مبسوط والله. نايس، انا بوظت الدنيا بس عشان اللاج بصراحه. يعني بص شباب، بص على الماوس، عندي لاج والله، هو اللي بيبوظ ال نايس. واو لاج يا اسطى، لاج، محدش كلمني في حاجه، اللي كلمني في حاجه اقول له لاج على طول. يا جدعان لاج والله. بص شايف، بص الحلقة الأولى بصراحة كنت لعبها الصبح، فطبعا عارفين إن الصبح ده مفيش اللي هو النت عندي بأخرة خالص، اللي هو مفيش أساسا. فصورتها الصبح طبعا باللاج ومش عارف ايه، كان الجيم كان ممكن يكسبها، بس أنا مش عارف أعمل فايت بسبب إن اللاج هو اللي مأثر على الجيم خالص، مخليني مش عارف أعمل حاجة. وبنلعب بنونو كالعادة. الغريبة يا جدعان ان انا في النورمال بنونو فشيخ، اللي هو ما خسرتش بيه تقريبا ولا جيم. باجي في الرانك ما تعرفش اللي بيحصل. تقريبا يا اما بيجرب الشامبيون يا اما معرفش يلعب، معرفش. واو هي ما جت عشان تموتني، موتت نفسها كمان. Thank you.
يا اسطى، سهل يا اسطى. نايس جي. ازيكم شباب في تاني تالت جيم، وبالرغم ان كلهم ايدي بس عشان انا كنت اول بيك مرضتش اجيب رامس، لان انا يعني مثلا دلوقتي انا اول بيك، لو اخترت رامس هتلاقي التيم كله بتاعهم جاب اي بي، هتلاقي في الجانجل ايفلين، هتلاقي اي حد اي بي ويقوم داخل مكونتر على طول. انما نونو ذات نفسه ملوش كاونتر معين، او لسه ما عرفلوش كاونتر معين لحد دلوقتي، يعني ما حدش لعب قدامه وحسيت اللي هو كاونتر ليه. انما رامس ليه كذا، يعني اي تشامبيون اي بي في لو عملت جانك على اي بي ability باور ممكن يفشخني، ممكن يموت في المانوس. ساد انا اللي موتني، ما خدتش بالي من الاتش بي بتاعه خالص، مع ان كان معاك هيو. هو ضرب قلت عليا، ما اعرفش. ضرب قلت نايس. ايه شم الكانسر يا جدعان، الله منو ده شم الكانسر. ومتخيل لي انا بعمل هيل كل ما اعمل جانك ارجع تاني ابقى فول اتش بي عادي في كلمه ونص، فديس كيو بس ابقى فول اتش بي. الهيل بتاعته على الشامبيونز قليلة، بس على ال على ال هتيجي يا بني ادم. ايه تيجوا بني ادمين،
هما التيم بتاعهم على فكرة لو خدتوا بالكم من السكور بتاعتهم هما متفايدين أكتر من كده أكتر مننا. السكور بتاعتهم فشيخة، بس هما مشكلتهم إن هما بيلعبوا مع نفسهم، اللي هو معهمش يعني. هما مثلا بيخشوا اتنين تلاتة في اتنين تلاتة على مثلا، واحنا برضو نفس النظام ما بنخشش تيم مع بعض، بنقعد نخش اتنين على تلاتة، تلاتة على اتنين، أربعة على أربعة على تلاتة كده. هما يموتوا مرة واحنا نموت مرة، اللي هو ما مش عارف ايه. بس هما لو دخلوا علينا تيم كامل هيفشخونا بصراحة، خصوصا الالت مالفايت دي. بيلعب اي بي بيبقى الالت بس، اللي هو هيستنى الالت يخش بقى التيم فايت، هتلاقي الاتش بي بتاع الاي دي سي بتاعنا خلاص اتمسك. نايس. سر اوه نايس. فين هي فين؟ ليفل اب. اتنين وعشرين اللي بيرجع ده من جاب اس ناو. والله يا جدعان نونو، انا بلعب نونو حلو اوي في النورمال، بس بسبك من الرانك، لان الرانك ده ساعات بهبط فيه شوية. تشامبيون حلو في اللي هو بيخليك مثلا لو انت بتعمل كلير ممكن تعمل جانك، ولو انت الاتش بتاعك قليل بتروح تاني تعمل فارم تاني عادي يعني. هنديله تجربة كده يعني، انا هديله كام جيم كمان يعني، مش ناوي اسيبه الوقت يعني. بس 22 ال بي بدأنا شوية شوية نطلع اهوت. حلو كويس. Come on.